اهلا بيكم. ان شاء الله النهارده اخر درس موجود عندنا واخر ليسون موجود في الترم الثاني كله، بيتكلم على حاجه اسمها نيوكليير ترانسفورميشن. ايه النيوكليير ترانسفورميشن؟ ليها كذا اسم بقى. النيوكليير ترانسفورميشن ممكن اقول عليها اليمنتال ترانسميوتيشن او ارتفيشال او انديوسد ترانسميوتيشن. معناه ايه الكلام ده؟ ده عباره عن نوع من النيوكليير اكشن، نوع من التفاعلات. النيوكليوس النواه بتاعه الاليمنت، النيوكليوس اللي جوه اللي قلنا مليانه بروتون ونيوترون، النيوكليوس دي بنسميها تارجت، دي الخليه الهدف اللي انا عايزه. بيبتدي نعمل لها بومباردد. بومباردد يعني بستهدفها. يعني ايه بستهدفها؟ بطلق عليها حاجه، يعني بضيف عليها ماده. الماده دي تقسمها لحاجتين، تو نيوكليوي، يبقى دي نيوكليوس. ضربتها بحاجه زي تكون ضربتها بطلقه، الطلقه دي خليتها اتحولت لتو نيوكليوي. طب ما دام اتحولت لتو نيوكليوي يبقى هتديني مادتين او اتنين نيوكليوس مختلفين في الفيزيكال والكيميكال، مختلفين في تركيبهم والصفات بتاعتهم. يبقى نبدا نقول هنا، يبقى ليه بنسميه ارتفيشال؟ حاجه احنا اللي بنعملها في المفاعلات النوويه، بنعملها في احنا اللي بنعملها، تجارب بنعملها احنا. او انديوسد مستحسه، يبقى عمليه تحويل ارتفيشال او انديوسد ترانسميوتيشن. طيب الخليه النيوكليوس اللي انا بستهدفها اسمها تارجت سيل، تارجت. طب بومباردد يعني ايه بومباردد؟ يعني ضربتها بحاجه، ضربتها اكسلريتد بارتكل، يعني ضربتها بحاجه معجله اسمها بروجيكتل، وهنشوف فيديو ليها. بروجيكتل وبومب بنسميها بومب. البروجيكتل او البومب دي القذيفه اللي بنضرب بيها، يعني نيوكليوس عاديه جبتها ضربتها بحاجه. التارجت سيل دي هتبتدي تتحول عندي لمين؟ تو نيو نيوكليوي، جمع نيوكليوس نيوكليوي. الاثنين مختلفين في الكيميكال والفيزيكال، مختلفين في تركيبهم وفي الشكل الخارجي. طب عندي كام بومب، كام قذيفه ممكن نضرب بيها؟ اول واحده الفا، احنا عارفين الالفا اتش اي 2 4. في فرق بين الهيليوم والالفا. الهيليوم عباره عن نيوكليوس فيها 2 بروتون و2 نيوترون، دي اتوم متعادله، عدد البروتون قد الالكترون، عندها 2 بروتون و2 الكترون. امال الالفا؟ الالفا دي بوزيتيف. الالفا لو جين الكترون تتحول لهيليوم، هيليوم اتوم، تبقى حاجه متعادله. او عندي بومب تاني اسمها بروتون اتش 1 1، او ديوترون، الديوترون اتش 1 2 والنيوترون ان 0 1. نبدا ناخد كل واحده. البروجيكتول او البومب دي اللي هي القذيفه دي عايزه اصرحها باجهزه اوريكم شكلها، اسمها نيوكليير اكسلريتور. انا زي ما يكون بطلق طلقه بمسدس، عايز اسرع الطلقه دي، بجيب هدف قدامي خليه وبضربها، بضربها بقذيفه، القذيفه دي اللي هي البومب او البروجيكتل. عايز اسرع القذيفه دي عشان تخبط وتعمل الهدف بتاعها. اسمهم عندي نوعين من النيوكليير اكسلريتور، واحد فيهم اسمه فان دي جراف اكسلريتور. نشوف شكله. ده شكل الفان دي جراف اكسلريتور. ده عباره عن جهاز بيعجل بالبومب، يخلي البومب او البروجيكتور تخبط في الايه، في التارجت سيل. الجهاز التاني اسمه سايكلوترون. السايكلوترون ده شكله، ده الجهاز بيعمل اكسلريتور، ده بيعمل بومب اكسلريتور، بيعجل بحركه القذيفه اللي بتيجي على التارجت سيل، التارجت نيوكليوس. يبقى اي نيوكليوس انا ضربتها ببومب او بروجيكتور، نوع التفاعل ده اسمه نيوكليير ترانسفورميشن، او بنسميه ارتفيشال او induced reaction، حاجة إحنا اللي بنحسها على التفاعل. أول نوع عندي من البروجيكتور، أول حاجة بضرب بمين؟ بضرب بألفا. إحنا قلنا الألفا دي اتش اي 2 4. أول واحد عمل كده رذرفورد. طيب يبقى في الحالة دي بجيب ألفا وبضرب بيها النيتروجين. نشوف بقى اللي هيحصل كده في المعادلة. بنجيب ألفا، الألفا دي كبومب، دي القذيفه اللي بضرب بيها بنسميها بومب او بروجيكتور. نضرب بيها النيتروجين، دي التارجت، الخليه اللي بستهدفها، الخليه اللي بستهدفها اسمها تارجت والقذيفه اسمها بومب. بجيب النيتروجين 714، لما يضرب الاثنين مع بعض اخبط الاثنين في بعض يتحول لايه؟ 7 بلس 2 9، يبقى يتحول لفلوراين 9 ايتين. ايه العلامه الستار دي؟ معناها ان دي انستيبل، ده معناه ان العنصر ده مش مستقر. اي عنصر انستيبل يحصل له ديكاي، يتحلل بسرعه. يعني الكلام ده بيحصل في خلال ايه؟ 10 نيجاتيف 9 سكند، يعني حاجه قليله خالص، في جزء من الثانيه قليل جدا.
هنبص نلاقيه هنا مادام اتوم مش مستقرة او نيوكليس مش مستقرة، تبدأ يحصل لها ديكي تتحلل. انا عندي الاف 9 ومن هنا 18، لما تتحلل وتفقد واحدة بروتون تتحول لايه؟ احنا قلنا عدد الماس الاتوميك نمبر اللي في المازر سيل قد البيرنت سيل، الخلية دي اسمها الخلية المازر سيل ودول اسمهم دوتر سيل. طيب هنا 9 وخدنا منها 1 يبقى يتبقى عنصر فيه 8، مين العنصر اللي اتوميك نمبر بتاعه 8؟ ده الاكسجين. 8 17، لا احنا خدنا ان الاكسجين 8 16، لا ده ايزوتوبس للاكسجين. قلنا كلمه ايزوتوبس يعني الرقم اللي تحت زي بعض، الاتوميك نمبر زي بعض، مختلفين في الماس نمبر عشان مختلفين في عدد النيوترون. يبقى جبنا اول واحده بروجيكتور خدنا ضربنا بالالفا. طب نيجي نضرب بالبروتون، البروتون احنا قلنا اتش 11، هنجيب الالومنيوم. هنا مديني مثال الومنيوم 13 27، لما اجي اضربها بالبروتون يحصل ايه؟ 13 بلس 1 يبقى 14، مين ال 14 ده؟ السيليكون، احنا عايزين السيليكون. السيليكون 28، العلامه الستار معناها اللي هي انستيبل. يبدا ما دام انستيبل خلال جزء من الثانيه بسرعه جدا يبتدي يحصل له ديكي يتفك. لما يتفك ويطلع لي الفا، عندي 14 وطلعنا الالفا 2 يبقى اتبقى ايه؟ 12. مين العنصر اللي عدده 12؟ ده المغنيسيوم على طول، مغنيسيوم 12 24، ده المغنيسيوم الاتوم الاصليه مش الايزوتوبس بتاعته. نيجي بعد كده نضرب الديوترون، هنضرب بالديوترون. احنا قلنا الديوترون ده عباره عن ايزوتوبس للهيدروجين، خدناه في ليسون 1 في ليسون 1 في شابتر 2 1 2. ديوترون اضرب بالديوترون، هجيب المغنيسيوم 12 26، انا مش بجيب مغنيسيوم عادي، بجيب ايزوتوبس للمغنيسيوم، المغنيسيوم الاتوم العاديه 12 24، ده الايزوتوبس للمغنيسيوم. اجي اضربه بالديوترون يتحول لايه؟ 12 بلس 1 13، ده الومنيوم، ده ايزوتوبس بتاع الالومنيوم، ده انستيبل مش مستقر. لو جيت قلت لك الالومنيوم 13 راح طلع اشعه الفا، يبقى 13 ماينس 2 يطلع عنصر عنده 11، مين العنصر اللي عنده 11؟ صوديوم. هو احنا بنحفظ الكلام ده كله؟ لا، انا بحفظ اسامي البومب بس او البروجيكتول يعني، وبحفظ المعادله لازم هتعلم احلها دلوقتي، اللي هو اتعلم احط مين العنصر اللي طالع ايه، ودي عن طريق الجمع بعد شويه ناخدها. نيجي نضرب بالنيوترون، النيوترون بجيب عنصر الليثيوم 36، اجي اضربه بالنيوترون، اي حاجه تضرب بالنيوترون الرقم اللي تحت ما بيتغيرش عشان النيوترون ده عنده نيوترون واحد، يعني ما فيش حاجه الاتوميك نمبر مش هيتغير. طيب نيجي نضرب الليثيوم بالنيوترون يطلع عنصر اسمه تريتيوم والفا، يطلع تريتيوم والفا. طب اكتر واحد، اكتر بومب احنا بنستعملها، احنا قلنا عندنا كام بروجيكتور او كام بومب، كام قذيفه بنستعملها، نرجع لهم تاني، يا إما ألفا يا إما بروتون يا إما ديوترون يا إما نيوترون. أكتر واحدة فيهم ممكن تكون مناسبة للشغل في المفاعل النووي إيه؟ النيوترون طبعا، عشان هو عنده النيوترون دي شحنتها ولا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف، هي نيوترون متعادلة. أنا لو دخلت شحنة بوزيتيف هتعمل ريبالشن مع البروتون اللي جوه، أنا عندي النيوكلياس جواها بروتون بوزيتيف والإلكترون اللي بره شحنتها نيجاتيف، لو دخلت حاجة بوزيتيف هتعمل ريبالشن مع البروتون، لو دخلت حاجه نيجاتيف هتعمل ريبالشن مع الالكترون. النيوترون احسن نوع من انواع البومب، احسن نوع من انواع البروجيكتور او البومب. ليه؟ هقول له النيوترون ده نو ريبالشن ويز الكترون اور نو ريبالشن ويز بروتون، عشان كده مش محتاج مني هاي انرجي، مش محتاج مني انرجي كتير عشان يدخل جوه النيوكليس. طب ازاي بقى بنعمل بالانس او ازاي نحل المعادلات؟ اول حاجه انا عندي اتنين لو، في قانونين، قانون اسمه تشارج كونسرفيشن لو وماس كونسرفيشن لو، لازم احافظ على الشحنه اللي من تحت ولازم احافظ على الماس نمبر، يبقى لازم عدد اللي تحت، اللي تحت مجموع، لازم عدد الشحنات بتاعه الناحيه دي قد دي. الناحيه دي بنسميها بيرنت سيل او رياكتنت، والناحيه دي بنسميها برودكت او ريزلت. لازم مجموع الشحنات في الرياكتنت قد مجموع الشحنات في البرودكت، والماس نمبر بتاع الرياكتنت قد الماس نمبر او برودكت. طيب انا عندي هنا 4 وهنا 2، يبقى المفروض ده يكون 2. ليه بنقول كده؟ عشان احنا قلنا الكونسرفيشن لو اوف تشارج او تشارج كونسرفيشن لو بيقول
نبدأ نتدرب على مسائل مهمة جدا جدا. هنا بيقول لي مديني الناحية دي اسمها رياكتنت قلنا، والناحية دي اسمها برودكت أو ريزلت. في عندنا تو لو بيقول لي كونسرفيشن تشارج وكونسرفيشن ماس، لازم مجموع الاتوميك نمبر اللي بتاع الرياكتنت قد البرودكت. نبدا نحل اول مساله، بيقول لي هنا 92 الاتوميك نمبر 92 بتاع الرياكتنت، البرودكت عايز اعرف زيت كام، زيت بيساوي 62 بلس زيت. طب انا هنا نيوترون 4 باي 0 ب 0 يبقى كان مفيش اتوميك نمبر هنا. طب عايز ال 62، هقول له ال 62 هجيبها ازاي؟ نحلها، هيبقى 92 ماينس 62 يبقى الإجابة هيساوي 30، يبقى كده الأتوميك نمبر 30. دي كده حلينا أول جزء، يبقى كده الأتوميك نمبر هنا 30. عايزين نحل الماس نمبر، نمشي بنفس الطريقة. هنا الماس نمبر 235 بلس 1، كده جبت الماس سم أوف ماس نمبر أوف رياكتنت. طب المفروض ده بيساوي سم أوف برودكت ماس، بيساوي 160 بلس الإيه اللي أنا مش عارفها، بلس انا عندي 4 نيوترون، 4 تايمز 1 بكام؟ 4. يبقى انا عايز اجيب الاي، الاي اجيبها ازاي؟ هقول له 236 ماينس 164 هيطلع لي الاي على طول. 160 بلس 4 164، اودي دول الناحيه الثانيه بالماينس، نعملها كده بالكالكوليتر. هقول له 235 minus 164 هتطلع الإجابة 71. هو هنا المفروض 236 minus 164 تطلع الإجابة 72. طيب المسألة اللي بعدها، المسألة اللي بعدها عشان نتعلم بس نحلها، أول حاجة بنقول له الأتوميك نمبر من تحت 92، أول واحدة بقول له هنا 92 minus، نشوف هنا الاتوميك نمبر كام. طب او نكتبها هنا على جنب، الاتوميك نمبر 92 ماينس البرودكت 42، تطلع الاجابه على طول بيساوي ايه؟ 50. احنا كده عرفنا الرقم اللي تحت الزت ده 50. طب عايزين نجيب الفوق لماس نمبر، الاتوميك نمبر 235 بلس 1 الماس نمبر بتاع الرياكتنت. طب الماس نمبر بتاع البرودكت 102 بلس A بلس 2 باي 1 ب 2، يبقى هنا عايز اجيب الـ A يبقى بيساوي 230، نمسحهم الاول. طيب 236 minus 104 الناتج اللي هيطلع هيبقى 132. ونقيس على كده كل انواع المسائل، سهل جدا، اجمع الاتوميك نمبر بتاع الرياكتنت واجمع الاتوميك نمبر بتاع البرودكت، ولو في حرف ناقص بقى يعني في الزيت ناقصه من عنصر منهم، اعمل الناحيه دي كلها ماينس المجموع اللي عملته. طيب النوع الثالث من التفاعل اسمه نيوكليير فيجن. ايه نيوكليير فيجن؟ عمليه الانشطار. النيوكليير فيجن ده ماده نيوكليس تقيله، هيفي نيوكليس، بومباردد يعني برضو اطلقنا عليها لايت بروجيكتور، اطلقنا عليها هدف خفيف. احنا قلنا بروجيكتور زي البومب، اطلقنا عليها قذيفه خفيفه. ده بيخلي يحصل لها فيجن، بيحصل لها انقسام. يبقى يحصل فيجن للهيفي نيوكليس تتحول لتو نيوكلياي of close mass مقربين لبعض في الماس، ويطلع نيوترون كتير و huge number of energy. نفهمها، ده الكلام ده بيحصل في المفاعل النووي او في القنابل النووية. بنجيب اتوم نيوكلياس تقيلة زي اليورانيوم ونبتدي نضربها ببروجيكتور. احنا قلنا انواع البروجيكتور او البومب، الفا ونيوترون وديوترون وايه تاني كمان وبروتون. قلنا افضل الانواع هي النيوترون، يبقى انا هنا ببتدي برمي، بعملها بومباردد يعني بطلق عليها نيوترون. احنا قلنا النيوترون احسن واحد ليه؟ لان ما بيعملش ريبالشن مع البروتون ولا ريبالشن مع الالكترون. اول ما الاتوم النيوكليس الثقيله تتضرب تتحول لاثنين نيوكليس مقربين لبعض في الماس. طب ايه المشكله بقى اللي عندنا؟ هيطلع لي كميه انرجي رهيبه، دي بنستعملها في المفاعل النووي او في القنابل النوويه، وينتج شويه نيوترون طالعين. طب النيوترون اللي طالع، طب ما يضرب يورانيوم جديده، كل نيوترون طالع يعتبر هدف جديد. زي انا رميت حاجه طلعت قنبله، القنبله ضربت حاجه تاني، كل ما برمي بحاجه يطلع نيوترون، النيوترون عامل زي طلقه المسدس، جبت طلقه مسدس نيوترون ضربت بيها نيوكليس، النيوكليس ده لما اتضرب اتقسم لنصين، اتقسم لحاجتين متقاربين في الماس وطلع
احنا في اخر الفيديو هنشوف فيديو الفرق بين الفيوجن والفيجن. يبقى النيوكلير فيجن اتوم نيوكلياس تقيلة ضربتها بومب اتقسمت لاتنين مقاربين لبعض في الماس. طب نبدأ نشوف الكلام اللي مكتوب هنا. بيقول لي هنا when the nucleus of uranium, بنجيب مادة اليورانيوم 235 ده الماس نمبر بتاعها, is bombarded with slow neutron, ضربتها بنيوترون بطيء, هلاقيها اتحولت لإيه؟ اتحولت لليورانيوم 236. احنا قلنا اليورانيوم 236 ده اللايف تايم بتاعته not exceed 10 باور نيجاتيف 12 سكند, يعني لا يتعدى الرقم ده, يعني هيحصل له ديكاي في ثواني اقل من الثواني بالرقم اللي موجود ده, يعني اقل بيكو متر, بيكو سكند يعني اقل من السكند بكتير قوي. يروح يتقسم هيبقى انستابل, هيروح يتقسم لتو نيوكليي اكس واي. طيب دول اسمهم ايه؟ الخلايا اللي طلعت دي اسمها فراجمنت اوف نيوكليير فيجن. فراجمنت يعني تكسير او الفتافيت اللي طلعت, اور دوتر نيوكليي. يبقى الحاجات اللي طالعه من النيوكليير فيجن اسمها فراجمنت او دوتر, وبيطلع لي كمان نمبر اوف نيوترون, يبقى الناتج 2 نيوكلياس قد مقاربين لبعض في الماس, ويطلع كمان نيوترون وكمان لارج نمبر اوف انرجي. طيب في كام خليه ممكن تطلع, كام نيوكلياس ممكن احتماليه خروجهم؟ نبدا نشوف اليورانيوم اشهر واحد, او العدد اللي ممكن يطلع من النيوكلياي ممكن 90 ديفرنت نيوكلياي. احنا ما نعرفش لما يتقسموا يطلعوا ايه وايه. طب اشهر حاجه, الموست كومن, اشهر نيوكلياي بيطلعوا هي الباريوم والكريبتون. يبقى الباريوم والكريبتون هم اشهر اثنين ممكن يطلعوا. احنا قلنا اي نيوكلير فيجن بيطلع تو نيوكلياس الاثنين مقاربين في الماس ويطلع نيوترون ويطلع لارج نمبر اوف انرجي, كميه او ماسيف انرجي, يطلع لي طاقه رهيبه. يبقى الباريوم والكريبتون اشهر حاجه. بعد كده بيديني اكزامبل يورانيوم عملنا له بومباردد بالنيوترون, عمل لي في الاول اول حاجه اول مرحله اليورانيوم 236 ده الانستابل اللي خلال 10 باور نيجاتيف 12 من السكند بيبتدي يتقسم. اول نوع قلنا باريوم وكريبتون, ممكن زينون, ممكن سيزيوم وروبيديوم, يعني ممكن اي احتمالات, عندي 90 احتمال. احنا قلنا اشهر واحد فيهم الباريوم والكريبتون. طيب لا تتوقف التفاعلات بتاعته على كده, احنا قلنا اليورانيوم جه ضربته بنيوترون اتحول لكريبتون وباريوم وطلع 3 نيوترون, كل نيوترون خرج يعمل كأنه هدف جديد, يعني كل نيوترون اتولد جديد يبقى هو قذيفة للحاجة اللي بعدها, بومب اللي بعده. طب اليورانيوم ضرب دول طلع سيرينيوم وزينون, يبدأ يطلع نيوترون, نيوترون يضرب يورانيوم جديد وهكذا. عشان كده التفاعلات دي ما بتقفش, ما نعرفش نوقفها, عامل زي ضربت حاجة, ضربت الدومينو دي يفضل كله يضرب في بعض. يبقى النيوترون produced from the vision act as new projector make new vision reaction, يعمل لي انقسام جديد. So uranium the reaction, التفاعل بتاع اليورانيوم بنسميه chain reaction. chain reaction يعني تفاعل متسلسل, سلسلة ورا بعض. The chain reaction, السلسلة دي بتديني generate huge amount of thermal energy, هيديني طاقة رهيبة, عشان بيحصل continuity of vision, انقسام متواصل للفيجن, and increase number of neutron, يفضل النيوترون عدده يزيد يقسم غيره وهكذا. طب ال concept of nuclear fission reactor, مفهوم النيوكلير فيجن رياكتور بيحصل ازاي؟ ايه بقى ال concept of nuclear fission reactor؟ مفهوم المفاعل النووي الانشطاري, يعني ده مفاعل انشطاري, ده peaceful application, يعني حاجة سلمية, of the chain nuclear fission, حاجة بستخدمها في حاجات للسلامة, peaceful application of nuclear fission reaction. طيب مين المين رياكشن, مين التفاعل الرئيسي مبني على مين؟ مبني على اليورانيوم 235. يبقى المفاعل ده كله, المفاعل الانشطاري, بيشتغل بمادة اليورانيوم, بس كمية اليورانيوم اللي موجودة هو ده السر في فرق بين القنبلة النووية والمفاعل النووي. النيوكلير فيجن رياكتور ده بيشتغل بحاجة اسمها certain volume, حجم معين بنسميه كريتيكال فوليوم. ايه الكريتيكال فوليوم ده؟ اقل كميه من اليورانيوم تقدر تعمل تفاعل من غير ما يحصل انفجار, يعني بحط كميه محدوده معينه محسوبه بحسابات. طيب اماونت اوف يورانيوم, كميه اليورانيوم, اليورانيوم 235 انا بشتغل هو المين نيوكليس, النواه الاساسيه اللي شغاله بيها.
يبقى give one neutron بتديني واحدة نيوترون. From each reaction can start a new nuclear fission. ده كمية معينة من اليورانيوم لما بيعمل لها فيجن بيبتدي one neutron يديني one neutron يديني واحدة نيوترون. النيوترون دي تبتدي تعمل ايه؟ start a new vision، تبدأ فيجن جديد. انا بعمل كده ليه؟ عشان اتاكد ان الرياكشن اللي طالع slow initial rate to produce energy without explosion، يطلع لي طاقة بس من غير ما يحصل انفجار في المفاعل النووي. طب ازاي اتحكم في الكلام ده؟ هل الكلام ده فعلا حد يقدر يتحكم فيه؟ هقول له should be controlled، لازم النيوكلير شين فيجن، احنا قلنا نيوكلير شين فيجن يعني سلسلة هتفضل تستمر، لازم اعمل لها controlled. طب اتحكم فيها ازاي؟ اول حاجة عن طريق increasing cadmium. كادميوم رود دي عبارة عن قضبان من الكادميوم، مادة كادميوم كده بنحطها ونشوف فيديو عليها دلوقتي. increase cadmium رود between nuclear fuel رود. ايه الكلام ده؟ انا عندي اليورانيوم بسميه، ما هو النيوكلير فيول ده وقود نووي، نيوكلير فيول رود يعني اللي هو اللي لونه بني ده هو اليورانيوم، بدخل بينه حاجة اسمها كادميوم. هو بيعمل ايه الكادميوم؟ الكادميوم عنده وظيفة ان بيعمل ابزورب للنيوترون. فاول ما ابتدي انزل الكادميوم رود يبدا السلو داون، يبدا الشين السلسله دي الشين تبتدي تبطا، تبقى بطيئه عشان الكادميوم بيعمل ابزورب للنيوترون. طب لما اجي اعمل ريز ارفع الشين، ارفع دول، ارفع الكادميوم، يبدا الريت يبقى انكريز، يبقى انا بقدر اسرع التفاعل وابطئه براحتي. انزل الكادميوم يبدا التفاعل يبقى بطيء، اطلع الكادميوم التفاعل يبقى سريع. وممكن اتحكم عن طريق you control the number of used cadmium، اتحكم في عدد الكادميوم اللي موجود. كل ما النمبر انكريز rate of absorbing neutron increase and rate of reaction increase، rate of reaction decrease. نشوف نفهم العلاقه، الفرق بين العلاقه بينهم. اول حاجه انا كل ما الكادميوم يزيد الابزورب اوف نيوترون انكريز، يمتص نيوترون، فبالتالي السبيد اوف رياكشن ديكريز. يبقى انا كده اتحكمت في السرعه. نشوف فيديو للكادميوم. ده شكله الكادميوم اللي موجود هنا، ده الكادميوم اللي موجود جوه نيوكلير فيول. الكادميوم اللي حاصل احنا قلنا بعملية النيوكلير فيجن بجيب نيوكليوس وابتدي اعمل لها بومب، ضربناها اتحولت الاتنين مقربين لبعض في الماس والنيوترون. النيوترون اللي طالع قلنا اول ما النيوترون يبتدي يطلع يخبط حاجة جديدة، ده حلو جدا المنظر ده، يخبط حاجة جديدة يقسمها لاتنين يطلع نيوترون وهكذا، عشان كده بنسميها سيريال تشين. سيريال تشين يعني سلسلة، سيريال او تشين رياكشن. طيب عايزين بقى نحط بقى الكادميوم، بنحط الكادميوم هنا. الكادميوم فايدته بيعمل ابزورب للنيوترون، لما الكادميوم يبتدي يمتص النيوترون يبتدي يقلل سرعة التفاعل. ما هو النيوترون خلاص، النيوترون اخدوا الكادميوم، يبدأ في الوقت ده يتراكم النيوترون على السقام بتاعة الكادميوم، اسمها كنترول رود، يعني عشان كده بنسميها مسؤولة عن التحكم، هي اللي بتبطئ التفاعل. حبيت ارفعها لفوق بتقلل، بتسرع التفاعل تاني. احنا لو خدنا بالنا ان الانرجي اللي طالعة دي كمية طاقة رهيبة، تقدر تحرك تسخن مية، المية تحرك التوربين وهكذا. عشان كده المفاعل النووي بستخدمه بيزفول يعني في السلامة. عشان كده بقول عن نيوكليير رياكتور، المفاعلات النووية بنقدر نتحكم في كمية الحرارة اللي طالعة. يبقى نيوكليير رياكشن، النيوكليير رياكتور used in boiling water، احنا شفنا في الفيديو بتسخن المية ونقدر نستخدمها في ايه؟ في تجليد كهرباء. المية لما تسخن بتشغل توربين، التوربين بستخدمه في generation electricity. طب ايه الفرق بين اللي احنا شفناه ده والفيجن بومب، القنبلة النووية؟ القنبلة النووية الوضع مختلف، ده unbathful application، حاجة غير سلمية. ايه اللي بيحصل فيها؟ انا المفروض في النيوكليير رياكتور حطيت كريتيكال فوليوم، حجمه معين. قلنا الكريتيكال فوليوم يعني اقل حجم يطلع لي واحده نيوترون او يطلع لي نيوترون. النيوترون يقدر يخبط في غيره ويعمل سلسله بس محدوده الطاقه. لكن هنا بنحط ماتش لارجر ذان كريتيكال، بحط حجم اكتر من الكريتيكال. عشان كده التفاعل كونتينيو ويز ان اكسلريتد ريت. عشان كده بيفضل يتفاعل سريع ويزاوت اني كنترول، عشان كده بيحصل اكسبلوجن، انفجار. اللي بعده اخر نوع من انواع التفاعلات اسمه نيوكليير فيوجن. فيوجن يعني خلط. النيوكليير فيوجن ده مختلف جدا. احنا النيوكليير فيجن عندي نيوكلياس تقيله وضربتها عملت لها بومباردد،
هم عكس بعض. عندي نيوكلياس تقيلة عملتها لها بومباردد، هيطلع لي ايه؟ 2 نيوكلياس متقاربين في الماس، ويطلع لي نيوترون كتير وانرجي كتير. طب العكس بقى، نيوكليار فيوجن خلط، بجيب 2 لايت نيوكلياي، 2 نيوكلياس خفيفة عشان يعملوا لي حاجة هيفير اتقل. طب ايه ده، المفروض الحاجة الاتقل دي انا حطيت هنا 4 جرام، 4 مثلا زائد 4، المفروض الناتج وزنهم يبقى 8، لكن بنبص نلاقي الناتج وزنه اقل من 8، وزنه 7. امال الواحد ده راح فين؟ قال لك في جزء من الماس بينقص بيروح في صورة انرجي، بس طاقة رهيبة، destructive energy، طاقة رهيبة، دي اللي هي الهيدروجين بوند، دي القنبلة الهيدروجينية، دي اقوى من النيوكلير بوند. يبقى بيديني اتنين، بيديني heavier nucleus، nucleus تقيلة بس الماس بتاعها smaller than the sum of mass، يعني أصغر من مجموع خلط الاتنين اللي اتخلطوا. طب ده عبارة عن source of destructive energy، ده مصدر لطاقة هايلة بتاعت الهيدروجين بوب. نشوف الباقي كده، ناخد زي مين fusion. during the fusion do deuteron، احنا قلنا ال H12 بنسميها ديوترون، ده ايزوتوبس بتاع الهيدروجين. لما اتنين من الديوترون بيتحدوا مع بعض بيدوني ايه؟ هيدوني هيليوم، هيليوم 3. احنا خدنا ان الهيليوم ده على طول HE24، امال ايه الهيليوم 3 ده؟ ايزوتوبس للهيليوم. طيب وبيطلع لي نيوترون، المفروض الماس بتاع الرياكتنت قد الماس بتاع البرودكت، ده قانون اسمه كونسرفيشن لو اوف ماس. لكن هنا في حاجه غريبه، بنلاقي اي تفاعلات فيوجن خلط هقول له ذا ماس اوف برودكت ليس ذان ذا ماس اوف رياكتنت، وزن البرودكت ماس اوف برودكت اقل من وزن ايه؟ الرياكتنت. ليه؟ هقول له كونفرجن، الكونفرجن اوف ما الكونفرجن اوف ديفرنت ماس، الفرق بتاع الماس اتحول لايه؟ لانرجي، 3.3 مليون الكترون فولت. احنا الانرجي بنقيسها يا اما بالجول، لكن في حاله الالكترون والنيوكليس والحاجات الصغيره دي بنقيسها بالمليون الكترون فولت، عشان الماس ساعتها قانون المليون الانرجي بالمليون الكترون فولت بيساوي الماس باي 931. الماس في الحاله دي بقيسه بالاي ام يو، اللي هو الاوزان الصغيره بتتقاس بالاي ام يو. طيب بيطلع طاقه كام؟ 3.3 مليون الكترون فولت. طيب بيقول لي also the nuclear fusion occur in the sun، رغم ان الحاجات دي بتحصل جوه الصن but it difficult to achieve in laboratory، هي تفاعلات النيوكلير فيوجن بتحصل جوه الشمس لكن صعب تحصل في المعامل. ليه؟ هقول له النيوكلير فيوجن عشان يحصل عملية خلط محتاج هاي تمبريتشر، محتاج درجة حرارة تو رانك رانك، يعني تصل لكام؟ 10 باور 7، وده كانت اتشيفد اون ذا ان لابراتوري، ما اقدرش احصل على درجه الحراره دي في اللابراتوري. طب نحل المساله دي، حلوه جدا، مهمه جدا. يعني عايز قد ايه انرجي طالبه؟ احنا عندنا قانون الانرجي بالمليون الكتريك فولت بيساوي ايه؟ قانون الانرجي بيساوي الماس تايمز 931. انا عايز اعرف الماس بتاع ده كام الاول. احنا قلنا في قانون بيقول لي كونسرفيشن لو اوف ماس، ماس الرياكتنت قد ماس البرودكت. ماس الكلمة دي بكام؟ من نيوكلياس دي الماس بتاعها 2014. طب وماس ده كام؟ 3.16. كده جبنا ماس الرياكتنت، المفروض ماس الرياكتنت ده يساوي ماس البرودكت. طب هو الماس بتاع النيوكلياس بتاعت ألفا مدهوني 4.004 بلس ماس النيوترون 1.008 بلس اكس، انا مش عارف كام اكس، نمسح كله طبعا عشان الدنيا تبقى باينة. هجمع ماس دول زائد ماس دول بلس اكس، عايز اجيب اكس، هيبقى الماس دول اعملهم ماينس اوديهم الناحية التانية بالنيجاتيف. طلع لي الماس، انا بعد ما حليتها طلع لي الماس 0.018، جبت ماس دول ماينس ماس البرودكت. طيب عايز اجيب الانرجي، الطاقه اللي طالعه، هقول له الماس ده تايمز 931 يطلع بالمليون الكترون فولت. ايه بقى الفرق بين ده وده؟ هنشوفهم في فيديو، الفرق بين النيوكلير فيجن والفيوجن. هنا مديني الفرق بين النيوكلير فيجن والنيوكلير فيوجن. اول واحد الفيجن، الرسمه دي الاولى دي الفيجن.
عبارة عن نيوكليوس، هيفي نيوكليوس، عملنا لها بومبر بومبردد بومبردد يعني خبطناها ببروجيكتل أو بومب، اتقسمت لاتنين مقربين لبعض في الماس وادتني نيوترون وادتني لارج نمبر اوف انرجي. الفيوجن اتنين لايت، اتنين نيوكليوس وزنهم خفيف اتخلطوا مع بعض ادوني حاجة أتقل بس أقل في الماس برضو. ده بنستعمله في النيوكليير فيول، والفيوجن زي الهيليوم. الفيوجن قوته 3 أضعاف الفيجن، الطاقة اللي هي الايه القنبلة الذرية الاتوميك. ده كده نقولهم تاني كده بالمرة، عملية الفيجن عندي هيفي نيوكليوس خبطتها عملت لها بومبردد طلعت لي 2 ايكوال. الفيوجن العكس 2 لايت 2 خفاف في الوزن جوين توجذر اتحدوا مع بعض وطلع لي بس لارج اماونت اوف انرجي. الفيجن احنا مستعمله حاليا، الفيوجن اندر ديفلوبمنت لسه تحت التطوير. بعد كده بالفرق بين الكيميكال رياكشن والنيوكليير رياكشن، الكيميكال رياكشن بيحصل في الالكترون الاوتر موست ليفل في الالكترونات الخارجيه، النيوكليير رياكشن في النيوكليوي اوف اليمنت جوه النيوكليس نفسها. ده نو ترانسفورميشن اوف اليمنت، ما بتتحولش الماده تاني اور انذر وان، لكن ده بيحصل ترانسفورميشن بيتحول لماده تاني خالص. كيميكال رياكشن انا بفك لوس الكترون او جين الكترون او شير، لكن نيوكليير رياكشن انا بتحول لماده تاني. الايزوتوبس بتاعت نفس العنصر بيديني نفس البرودكت، لكن هنا الايزوتوبس بيديني ديفرنت برودكت. ده يديني ريليز اند ابزورب سمول اماونت اوف انرجي، يديني طاقه ضعيفه زي اللي واخدينها في شابتر 4. هنا اكومبيند باي ريليز هيوج نمبر اوف انرجي. شابتر 4 كان بيتكلم على الثيرمال انرجي، الطاقه اللي طالعه من التفاعلات، طاقه ضعيفه بالمقارنه بالنيوكليير اكشن. الجزء الباقي من المنهج ده كل ملغي في سنة 2023، ملغي من علينا. ده امتحانات المعاصر، حل المعاصر 2023 على ليسون الأخير. بيقول لي what is the type of reactions، عايز نعرف نوع reactions. أنا عندي كام نوع من النيوكليير reactions السنة دي اللي علينا. في حاجات اسمها natural transmutation، عملية تحول طبيعي، يجيب لي عنصر كده اتحول لعنصر تاني وطلع لي ايه ألفا بيتا جاما، يطلع أي أشعة، يبقى ده اسمه natural transmutation، يعني حاجة تحولت من عند ربنا. طب أو نوع تاني اسمه nuclear transformation. النيوكليير transformation أو elemental transformation أو transmutation يعني حاجة أنا بعملها في التجارب بتاعتي، بحول النيوكليس من مادة للتانية، أجيب مادة وأعمل لها بومب أو بروجيكتول أضربها، أضربها في مادة تانية، أضربها بالنيوترون، أضربها بألفا، أضربها بروتون، المهم تتحول لمادة تانية خالص. Y زائد H12 مثلا، يبقى مادة ضربتها ببومب تحولت لمادة تانية. طب في تفاعل تاني اسمه نيوكليير فيجن. نيوكليير فيجن يعني انشطار، كلمة فيجن يعني انشطار أو تشتت، يجيب لي دايما اليورانيوم 92 أو عناصر تقيلة، أضربها بنيوترون. إيه ده؟ طب ما هي زي اللي فاتت. لا، النيوكليير فيجن يديني مادتين وكمان يديني نيوترون ويديني انرجي، يبقى دي يديني ماده واحده بالاضافه لحاجه تاني. لكن ده عشان اتاكد ان فيجن بضرب بنيوترون ويطلع مادتين ونيوترون. طب اخر نوع اسمه فيوجن. فيوجن يعني خلط، الاقي عناصر خفيفه 1 2 كده اتخلطت مع 1 2 وطلعت لي عنصر تاني او عناصر تانيه. طب هنا بيقول لي اول واحده كده ايه ده ممكن اقول عليه فيجن؟ ما اقدرش اقول عليه فيجن غير لما يطلع لي 2 إليمنت عنصرين او 2 برودكت، طلع لي 2 إليمنت او 2 أتوم ويطلع لي نيوترون، يبقى ده مش نيوكليير فيجن، يبقى ده حاجه انا اللي بعملها في المعمل، يبقى دي اسمها إليمنتال ترانسميوتيشن، ده انا اللي بحسها. رقم 2 دي ناتشرال، حاجه من عند ربنا، عنصر وطلع لي حاجات اشعاعيه يبقى ناتشرال، يبقى الاجابه هتبقى دي. السؤال اللي بعده on bombarding، bombarding يعني ضربنا، bombarding nucleus of boron 510 with neutron، ايه الناتج اللي بيطلع؟ نبتدي نحلها. انا بجيب البورون 510 وضربتها بنيوترون 01، احنا قلنا النيوترون ما يغيرش لتحت خالص، طلع لي HE24 الالفا. طب نبدأ نجمع، احنا عندنا قانون الكونسرفيشن لو اوف ماس، مجموع الماس الرياكتنت قد ماس البرودكت،
5 بلس 0 5، المفروض 2 بلس كام يديني 5؟ 2 بلس 3. يبقى من غير ما افكر هتبقى الاجابه دي. انا لازم مجموع الخمسه زائد 0 يساوي 2 زائد كام؟ زائد 3. هو بيقول لي طلع لي الفا. المساله اللي بعدها بيقول لي اعملها بالانس. المساله اللي بعدها عايز مني كام واحده نيوترون انا فقدتها، او كام حاجه اللي المفروض بفقدها هنا. نجمع 12 بلس 249، المفروض مجموع الماس رياكتانت ايكوال ماس برودكت، 257 بلس ان انا مش عارفه كام ان، كام نيوترون، او نيوترون واحده ب1. طيب نيجي نحلها كده، هنقول له 12 بلس 249 هيطلع 261 ماينس، هبعت دول بالماينس بالنيجاتيف عشان بوديه الناحيه الثانيه من الايكويشن، هيطلع لي الناتج ايكوال 4. طب هي 4 الكترون ولا 4 نيوترون؟ هقول له اللي هي علامه الالكترون دي هي البيتا، ده علامه البيتا. هو بيطلع بيتا ولا بيطلع الفا؟ احنا عرفنا فوق ان العدد اللي قل فوق 4، ده مبدئيا كده. نبص على اللي تحت، انا عايز اعرف الماده دي طلعت نيوترون ولا بيتا. نعد 6 بلس 98 هيطلع 104. يبقى انا بدور ان الماده دي فقدت حاجه، الحاجه اللي فقدتها دي ما غيرتش الاتوميك نمبر، مفيش حاجه ما بتغيرش الاتوميك نمبر غير النيوترون. يبقى الاقي النيوترون هو يبقى فقد 4 نيوترون، عشان حسبت اللي فوق طلع ان العدد اللي ناقص 4، واللي تحت مفيش فقدان خالص في العدد، يبقى ناقص 4 نيوترون. المسألة رقم نمبر 4 بيقول لي in the nuclear reactor عندي يورانيوم 238 bombarded with deuteron، ضربته بالديوترون. ما دام ضربت انا بالنيوترون يبقى ده التفاعل ده اسمه nuclear transformation. لكن لو كانت حاجة طبيعية من عند ربنا، عنصر وتحول لحاجتين تاني، ساعتها هقول عليه ايه؟ natural transmutation. لكن ده nuclear. انا طيب عايز اعرف السيمبل بتاع الايزوتوب اكس دي رمزها ايه؟ نجمع حاجتنا، الطريقه دي هتبقى سهله جدا. نجمع الماس اوف اتوميك نمبر 92 بلس 1 يطلع كام؟ 93. طب الناحيه الثانيه النيوترون 2 باي 0 ب 0، يبقى الاكس دي اكيد فيها 93، يبقى احنا نستبعد ده ونستبعد ده، يبقى احنا شغالين بده او ده. طيب نشوف الماس نمبر 238 بلس 2 يبقى 240. طب الناحية التانية في عندي كام واحدة نيوترون؟ 2 by 1 2 240 minus 2، يبقى أكيد الرقم اللي طالع 238، يبقى الإجابة هتبقى نمبر A. المسألة اللي بعدها التفاعل ده نيوكلير إيه؟ نيوكلير فيجن. عرفنا زي نيوكلير فيجن الشطار، عشان ضربته بنيوترون وطلع مادتين. طب مادتين ومين؟ أكيد هيطلع نيوترون، ده تفاعل النيوكلير فيجن. يبقى دي ودي ما تنفعش. عايز اعرف بيطلع كام نيوترون. انا ماليش دعوه بالرقم اللي تحت، النيوترون ما بيغيرش الاتوميك نمبر، بيغير الماس نمبر. نجمع البروتون 236، نشوف البروتون اللي ناحيه البرودكت كام. 145 بلس 80 لما جمعنا دول 236، وهنا لما نجمع الاثنين دول مع بعض 154 مع 80 يديني 234. اتبقى كام؟ يبقى هو خسر كام نيوترون؟ خسر 2 نيوترون، يبقى الإجابة C. السؤال اللي بعده Which of the following equation expresses the probable reaction which take place in the fission nuclear reaction. الفيجن قلنا تفاعل الانشطار، بضرب بنيوترون ويطلع مادتين والنيوترون، ده ما ينفعش. احنا كده بالمنظر ده هنفهم كل الأنواع. أول نوع أقدر أقول عليه فيوجن، خلط، عشان اتنين خفاف مع بعض ويدوني مادة. طب ده ايه؟ ده اسمه نيوكليار ترانسفورميشن، عشان ضربت ماده بماده، ضربتها ببومب. ما احنا قلنا البومب زي الديوترون، الفا، بروتون، نيوترون. طيب النوع التاني ده، الرابع ده، ناتشرال ترانسميوتيشن، ده حاجه طبيعيه، جبت ماده لوحدها طلعت اشعه، دي حاجه من عند ربنا. التفاعل الاخير ده الفيجن، فيجن بضرب نيوترون يطلع مادتين ونيوترون، يبقى الاجابه سي. احنا لو عرفنا نفهم المعادلات الاربعه دول هنعرف نحل الانواع بتاعه الرياكشن. نمبر 7 most of element can النيوكليير فيجن هاف اتوميك نمبر ابروش تو كام. احنا قلنا النيوكليير فيجن في العناصر الثقيله زي اليورانيوم 92. اللي بعده there are vision reaction from uranium. طب مين فيهم الاحتمال الصح لليورانيوم؟
طب عايزة أعرف مين فيهم اداني أعلى نمبر أوف نيوترون. نحلها إزاي؟ بجمع ده وده، أنا مش بجمع الماس نمبر، ما الماس نمبر كله بتاع البرودكت قد الرياكتنت. هنا بيقول لي 236 عشان معانا واحد نيوترون، يبقى المفروض مجموع كله 236. مين في دول يطلع لي أكتر عدد نيوترون؟ الأرقام دي جبتها منين؟ جمعت ده مع ده، الماس نمبر بتاع الاتنين دول مع بعض. أكيد رقم إيه؟ عشان هيطلع كده 4 نيوترون، يبقى اللي هيديني أكبر عدد للنيوترون نمبر 1. السؤال اللي بعده بيقول لي ده energy of the chain reaction which following 1 و 2، مين فيهم يعتبر 1 و 2؟ طب ودي هعرفها ازاي؟ عايزة الأول، مش احنا قلنا مجموع الماس نمبر بتاع الرياكتنت قد البرودكت؟ هنا عندي كام الماس نمبر؟ اليورانيوم 235 وعندي واحد نيوترون، ما انا بضرب واحد نيوترون يبقى 236. مين في دول مجموعهم يديني 236؟ ومش كده وبس، عايزة مجموع مين من الاتنين يطلع لي 236، وكمان انا مطلعة 3 نيوترون. 3 نيوترون يعني محتاجة ان الاتنين دول مع بعض مجموعهم يبقى 233، عشان المادتين دول مجموعهم على بعض 236 بلس 3 نيوترون طالعين. يبقى انا عايزه الاثنين دول، لما مين مجموع الاثنين دول يطلع لي 233؟ رقم ايه ما تنفعش؟ ولا بي. يبقى الاجابه اللي هتنفع رقم سي. السؤال اللي بعده which of the following two element used in the nuclear fuel. nuclear fuel يعني الوقود اللي بستعمله في الرياكتور. انا بستعمل يورانيوم، وممكن ايه؟ ينفع كادميوم؟ لا لا، ده الكادميوم ده اللي بيقلل سرعة التفاعل. يبقى ينفع ليد وإيريديوم؟ لا، الليد ده من العناصر اللي يعتبر المستقر. هقول له بلاتينيوم واليورانيوم، يبقى الإجابة سي، ما ينفعش أي حاجة فيها كادميوم، الكادميوم بيقلل التفاعل. تفاعلات النيوكليير فيوجن بخلط حاجتين خفاف يطلعوا لي حاجة تقيلة. مين في دول ينفع يكون نيوكليير فيوجن؟ وقال لي مين في دول ايزوتوبس؟ هنبدأ نستبعد رقم دي طبعا عشان فيها يورانيوم عناصر تقيلة، يبقى دي لا، ونستبعد رقم ايه. طب انا كده الاختيار ما بين بي وسي، ينفع ده؟ طب ما ده خفيف وده خفيف وده خفيف وده خفيف. قال لك هنا قال لي ايزوتوبس، لكن ال HE24 مش ايزوتوبس، يبقى اختار رقم بي، هي اللي صح عشان باخد من نظائر يعني. مديني هنا بيقول لي which of the following represent the two type of reaction and transformation. هنا هقول له تفاعل ايه ده؟ ما دام خفيف مع خفيف يبقى فيوجن خلط، يبقى احنا كده دي ما تنفعش ودي ما تنفعش، خلينا في سي ودي. طب اي واحد فيهم بيحول الماس، مش قلنا في فرق الماس ما بين الرياكتنت والبرودكت، الماس لانرجي، يبقى الصح هي دي. المساله اللي بعدها احنا شفنا في فيديو الشرح ان اكتر واحد بيطلع طاقه تفاعلات مين؟ ال فيوجن الخط. اول واحده ده كيميكال رياكشن، تفاعل عادي، ده مش هيطلع طاقه عاليه. التفاعل ده طاقه عاليه برضو، لان التفاعل ده تفاعل فيجن، انشطار. عرفنا ازاي ان فيجن نيوترون من هنا ويطلع مادتين ونيوترون، برضو ده بيطلع طاقه عاليه. ده كيميكال رياكشن، ده طاقه ضعيفه. فيوجن هو ده اعلى نوع من انواع الطاقه، الفيوجن. اللي بعده بيقول لي 3 هيدروجين ايزوتوبس unlike the two isotopes hydrogen 2 and 1. بيقول لي الايزوتوبس بتاع الهيدروجين اللي هو 3 emit spontaneous emission، يعني هو مشع، عنصر مشع مش مستقر. طب مين في دول ينفع؟ نقدر نقول رقم سي ودي، هستبعدهم. سي ودي بنستبعدهم ليه؟ عشان هو قال لي ان ال H3 unstable. كده قدام الاختيار 1 و 2. انا مين اللي بستعمله في الفيوجن، عمليه الخلط، H3 بس ولا 1 و 2 و 3؟ بستعمل كله، يبقى الاجابه الصح هي بي. Which of the following is common in the nuclear fission and the nuclear fusion؟ هما الاثنين، انا nuclear fission و nuclear fusion هما الاثنين بيطلعوا نيوترون، ودي احنا قلناها الاثنين بيطلعوا نيوترون. باقي الاسئله كلها على الجزء المحذوف من المنهج. نبدا نحل اسئله الاساي. هنا بيقول لي 6 بلس 0 يبقى اكيد هنا 2 بلس كام؟ اكيد العنصر ده عنده الاتوميك نمبر 4. طب والماس نمبر 12 بلس 1 13، وهنا 4 يبقى 13 ماينس 4، يطلع الإجابة 9. نفس الطريقة المسألة اللي تحت، الجاما ملهاش ولا ماس ولا تشارج. 14 خدنا منها 1 يبقى هنا 13، و29 خدنا منها 1 يبقى 28. طريقتها سهلة جدا،
بعمل المفروض مجموع الرياكتنت اللي هنا، البرودكت اللي هنا قد مجموع الاتوميك نمبر بتاع الرياكتنت والعكس في البرودكت. التفاعل ده بنقول عليه نوعه ايه؟ سيريال او سيريس فيجن، نيوكلير فيجن. باقي الاسئله دي من الجزء المحذوف. هنشترك طبعا في القناه لان هينزل فيها المراجعات بتاعه الامتحانات كلها.